السلام عليكم. إذا اليوم غادي نفصل واحد الجلابة صغيرة، 5 سنين تاع 6 سنين، عفوا 4 سنين تاع 5 سنين، بالنسبة للعبارات هي هادي جلابة كيمونو، باش هنا غادي نديروها كيمونو بالنسبة للعبار ديال ما بين، لأن الكيمونو كنخدمو بالطريقة ديال المادة، يعني كنجمعو ما بين الكتاف والكم، عندنا 46 ما بين الكتاف والكم، راسلكم عندي 12. هادي بنية صغيرة. بالنسبة للعرض، عرض الصدر 22.5، بالنسبة للطول الكلي 90، العرض ديال الجليل 33. بالنسبة يعني للتوب ديالنا، توب الكريب، خديت لها مترو ديال الكريب. بالنسبة للدونتيل هو هذا، غادي نخدمو بالدونتيل، درت انا 2 مترو، درت هاد الوريدة هادي غادي نديرو عليها في الصدر. بعدا نفصلوها وديك الساعه غادي تتابعوا معنا الترخيطه ديالها ان شاء الله. ده بالنسبه للطول الكلي عندي فيه 90. اول حاجه غادي نبداو بالكتاف. الكتاف غادي ندير لها 5 سنتيم، عفوا نقول لكم الكل 5 سنتيم. بالنسبه للكتاف راه عندي مجموعين ما بين الكم، يعني غادي تعطيني عندي 45 في كلشي، ولكن هنا غادي تعطيني غير شي 36، وبالتالي غادي نضيف واحد الباندا ديال 10 سنتيم باش نكمل ليها لي مونش ديالها. وممكن على ان الا بغينا نخليوها نصكم نخليوها هكا، بغينا نديروها نصكم اولا بغينا نديروها تروكار ولا نديروها كم، حنا غادي نخدموها تروكار. بالنسبه للجلابه ديالنا كنعبروا الكتاف هما الاولين اللي هما 12، هادو كتاف افتراضيين لان عندنا 12، باش هكدا كنطيحو الكتاف بجوج سنتيم، باش هكدا كنعتمدو على ديك لاطومبي ديال الكتاف ابتداء من الكتاف يعني في الأصل ديالهم. إذا كنمشي على النقطة هنا كنطيح الكل، كنزل الكل بسنتيم ونص. إذا هنا عبرت الكتاف ديالي 12 ونزلت بجوج سنتيم وانطلقت، يعني بطريقه يعني انني ندز على النقطه ديال الكل مرورا على النقطه ديال لاطومبي ديال الكتاف، وكنمشي نيشان باش هكذا كنطيح الكتاف من يعني في الجلابه ديالي كامله. اذا بالنسبه للراس الكم عندي فيه 12، هنا غادي ندير 14 لان مازال ما وصلت راس الكم، نخلي هنا 14. بالنسبة لطول الصدر عندي فيه 23، وغادي ندير هنا في عرض الصدر 22.5 زائد 1 سنتيم الخياطة هي 23.5، هكذا. هنا كنستعمل غير بيستولي ديالي باش كنكمل هاد التقويسة هادي بالطريقة، وعليها كندور كذلك باش كندوز من هنا كنطلق مباشرة لعرض الجليل، هكذا مباشرة للعرض اللي عندي في الجليل. بالنسبة للجليل عندي فيه 33، إذا الطول الكلي عندي فيه 90، الجليل عندي فيه 33. نستعمل مسطرة ممكن نضيف لوغلي ممكن ما نضيفوش، لأن هذا الطول الكلي ممكن نضيف واحد 4 سنتيم ولا 5 سنتيم لوغلي، وممكن ندوز غير القطعه من تحت ولا ندير غير يعني خدمة عادية.
بالنسبة لهاد الطروفة هادو، هاد اللي هنا اللي مفتوحين، هادو هما اللي غادي نضيفهم للباندا ديال لي مونش ديال الكمي راس لكم اللي غتجيني هنا، وهاد الطرف اللي مزي هو اللي غادي ندير منه القب الجلابة. بالنسبة للقب القاعدة راه كتعطيني فيه غير 24، لكن حنا غادي نديرو فيه 30 باش هكدا يجينا القب متوازن، الطول ديالو تكون فيه 30 سنتيم. غادي نطراسي غادي يعطيني في الطول الخلفي 20، الطول الأمامي 30، الكور 20، الطول الخلفي 20 هكذا. انا هكذا كنخرج القب ديالي. الطول الكلي هو هذا، ضفت واحد 4 سنتيم في الأغلي. أنا غادي نزول الطرف ديال الظهر ونخلي غير ديال الأمام باش نعاود ندير التعديل ديال الأمام ديال الكول. ثاني هنا غادي نهبط 9. بالنسبة لهذا الكول هذا راه درت فيه 5 وعاود تعدلت درت فيه 6، لأن بالنسبة للقاعدة كتعطيني 6، القاعدة ما عطاتنيش 5 عطات 6، بالتالي هنا القاعدة كتعطيني نهبط ب 11. هكدا ملي تنقول دائما الجلابة الكود ديالها كنضربو جنب، ماشي بحال القفطان أولا أي لبسة أخرى، الجلابة دائما كنضربو الكود ديالها جنب. بالنسبة لهنا ممكن نديرو افتحة ممكن منديروهاش، على حسب الا بغيتي ديري عقيدات. انا غادي نضرب واحد الفتيحه غير صغيره هكذا، ومن بعد غادي نهبط الدونتيل حتى النص ونطلع بيه اولا القيطان ولا داكشي باش بغيتي تخدمي. بالنسبه للخدمه ديالنا غادي نديرو هذيك الوريده نديروها هنا في الصدر. المهم نسوجيو بعدا، غادي نسوجي الجلابه وديك الساعه نخيطها معكم حتى هي. بعد ما سرجت الجلابة ديالي اول حاجة غادي نديرها هما هاد الكمامة هادو، غادي نلصق ليهم هادوك هاد الطرفة ديالهم اللي غادي تزادو دوك الزيادات ديالهم. يعني اول حاجة غادي نعمرهم بالكابلي باش عليه غادي نلصق.
ندير هذا الخلف. غادي ندوز الكابلي بحال قلت ندوزو على الكتاف. انا غادي ندوز عليكم وغادي طالع مع الكتاف. هنا غادي نلصق الامام هذا راه الخلف. نلصق الامام مع الخلف القدام ديال الجلابة. عاد كنجي باش نعمر الكوين. دابا غنتقلو باش نلصقو القب. بعد ما كنلصق القب غادي نعمرو. نبدا انا راه بديت من القب باش نبدا نعمر. غادي نعمر القب بالطوق في نفس الوقت بقا وحده. من بعد ما كندوز الكابلي ديالي كنشد هذا كنطرقو باش كندفنو هاد السوجي هذا. بالنسبة للدونتي غنديرو راسلكم. Thank you.
بالنسبه للجليبه ها هي طلعت، مازال ما تصلحت، باقي تنديروا لها الغلي. وبصحة الكسكوتة مولاتها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.